شوف البطل هذا ما شاء الله عليه تبارك الرحمن. اهلا وسهلا. هلا ومرحبا سام. ولا واحد بالمية توقعت ان يجي. وليش؟ وليش؟ قلت الواحد ما يسرعنا عليه مشروع. ايوه قال لي اقل شيء 30,000 وتحت عرض المتابعين. بعد يطلب منك 30,000؟ انا عبد الله اقسم بالله ما ادري عن الكلام هذا، واول مره اسمع منك. 30,000 انت منصدم من 30,000؟ ما يقدر. 30,000 ابيع وقت 20 سنة أبيع، ما جبت 30,000. تبيع كدرد وتبيع هالأغراض وتكلم المشاهير تبع لنا. والله يوم قالوا لي، والله يوم قالوا لي، قلت والله إن شاء الله لأجيك يا عبد الله وتشرف ولي الفخر ولي لي فضل. زودنا على هذا بعطيك سناب وتكلم زي ما تبي وصور زي ما تبي واعتبره سنابك وقل اللي تبي، وبإذن الله تعالى وكثر الأغراض لين بكرة كلني بيشري من كل شيء، ما هم خليه شيء لك. أنت وينك قبل كل شيء؟ وين المنطقة؟ قبل كوبري بريدة. أيوة بريدة. قبل كوبري الرسميات. بعد التي. بعد إيش؟ بعد التي معروف ببريدة. الحين خذ سنابي وقل اللي تبي طال عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم عبد الله، أبيع على طريق عمر الخطاب. عندي مخلوط سفن ومخلوط كود. دريد وهذه النكهة، توتو الأسود والتوت الأحمر، وهذا الشاهي وهذا قهوة. ما شاء الله. وإن شاء الله دي بحطكم عرض بيضة وجه. وبعد في عرض؟ إن شاء الله عليك. هنا بضبط لكم مخلوط كودريد ميكس. كيف ميكس؟ يعني النكهات كل الثنتين، توتو الأسود والتوت الأحمر. كفو والله، هذه عبال المقاهي ما لقيتها. ما شاء الله عليك. هذا اللي مي. وش والله يا سلام. شهادة حقه بدون مجاملة، أشهد بالله أن الطعم رهيب. وأنا إن شاء الله أني بترك المقاهي وأجي أخذ منك. ما شاء الله. قبل ما تمشي إيه؟ تقول شيء اللي يجي مثلا أشتري مخلوط 8 وأقول الباقي لك يعطين 10 والباقي، ترى أنا اللي فخم بتجارتي، وأنا ما يعني ما بصدقة قالوا يعطيني، لا لا ما أبغى أقول يعني إنك تصدق علي ولا شيء، أنا فخم بتجارتي وأنا اللي بتجارة. يا ما شاء الله عليك، يا ما شاء الله الولد هذا ما هو يا تبارك الرحمن، بسم الله عليك، هذا النموذج اللي نفتخر به، يا شيخ الله يكثر من امثالك وين ما تلقى، ما شاء الله عليك. من متى ما شاء الله؟ الساعة 4 العصر. ايه؟ الساعة 10 بالليل. 4 العصر حر يا عبد الله. والله شو نسوي؟ اللي يبي التجارة ما بيقول حر ولا برد، اللي الوقت اللي يتبع. اعز الله. جت الساعة 10 خلاص عبد الله الحين شال اغراضه وبيمشي، انت مو بتجي بكرة العصر صح؟ بإذن الله بكرة العصر تيجي كل أهل بريدة وكل أهل القصيم موجودين هنا وبيشرب منك يا عبد الله بإذن الله. يا عبد الرحمن قبل ما تروح. أسلم. قبل ما تروح. ايه؟ ما ودي تصور يعني تعلن لي ولا تعلن لأخوي اللي عندي مارك. أخوك بعد عنده ايه؟ يبيع بعد. ايه؟ والله على الخشب. والله لو روح وابشر الحين أتوجه له. وكم عمره؟ ما نفس توأم. والله. ايوه. ما شاء الله عليكم. هلا والله جايكم عيد عشان نصور معك. يا بعد راسي لا قبل ما تصور ايش ها قبل والله الرجال معني بنصور بيض الله وجهكم. ها جاك الخير يا عبد الله بس قشع الرجال الحين شال الاغراض لا يمدي ها جاك الخير وحنا ما خلصنا على سلمنا على بعوض. يبلغ يبلغ يلا عبد الله انا رايح لاخوك. بسم الله. شوفوا شوف يشيل اغراضه على السيكل. انت ما معك موتر على السيكل؟ ما شاء الله عليك. ما شاء الله هذا اللي شبابنا اللي نفتخر بهم. شوف على السيكل ياخذ تجارته وراح. والله نعم يا ليت كل عيالنا مثلك. بس ما شاء الله عليه ما شاء الله. وموفق عبد الله وبجي لاخوك يلا. يا ما شاء الله الله انك توفقه الله انك توفقه الله انك توفقه يا الله انك توفقه. والله ان كل شبابنا اللي يشتغلون مثل هالشغل والله انهم خير وبركه. عادي اقول لك وشو؟ اي مشروع بفتح؟ ايه بفتح مشروع انا. ايه عادي اقول لك اجي اعلن. اقسم بالله العظيم هذا حلفت بالله من هنا باذن اللي ما تنام عينه الين تصير رجل ثري من اكبر الاثرياء والله كل الاعلانات لك مجانا. حلفت بالله يا الله توفقه وتحفظ وتستر عليه. سباكتك سباكتك سيكلك مو بسريع. هذا وصل اخوه الله نعم كلهم. السلام عليكم. توأم. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليك. ولوحته حطه على السيكل
شغل مرتب محترم راقي مثل هالولد الراقي واخوه ما شاء الله عليك. وين موقعك؟ مقابل ايش؟ يومار سبورت. السلام عليكم، اخوكم ابراهيم، ابيع شاهي قهوه مخلوط كودريد مخلوط سفن، وعندنا ان شاء الله من بكره بليله وتراه. السلام. الله يسلمكم كل شهر، بس ماني مخليك تمشي الا انشر من هالشباب. وين بشتري؟ كفو والله جينا عشان نسلم. يا با وش؟ هذا عبد الرحمن عبد الشارد متاخر 5 دقائق. عبد الرحمن والله غلا، اقسم بالله انكم اكرمتونا يا شباب بهالجيه وشرفتونا، وهذا الخير ما شاء الله، وهذا بعد جاء واحد ثاني ما شاء الله ما شاء الله. ها ها الخير جاكم تستاهلون، وهذا احنا الحين ما بدينا ما شاء الله. بيض الله وجهك على هالجيه ندعمهم من طيبك من طيبك، وانت اكرمتونا، انت ما تبون وجه الوجه يطلع نعم بيشيلون الطاوله. كفو كفو عبد الله بيض الله وجهك، والله انك نادر من بين المشاهير، يا كثر فرحتي ليتك تشوفه، ترى مرتبك الحين. ابشروا عبد الله بيجيكم بكره بيغطي لكم وتستاهلون كل خير. اعز من جاء، والله انكم اكرمتونا بجيتكم. الله يرحم والديك يا بعد راسي. عمركم عمركم يا بعد راسي شلون يا بعد راسي. حقيقي والله اقسم بالله العظيم من جيتكم انها كرامه ما بعدها كرامه. والله طلعنا احنا من البيت شفناه قلنا والله تشرفناه بكم يا بعد. انا يوم شفت قلت شكل عبد الرحمن الضداب يحب الامور هذه. طيب يا مرحبا يا زينكم يا اهل القصيم والله ونعم فيكم حميه وفزعه. ابد ها اخذ الشباب شاهي تونا متعشين بس بيض الله وجهك وعافيكم وعافيكم. والله العظيم اني منصدم يعني من اللي جو تو الناس، منصدم من بكره خايف من الزحمه خايف من الزحمه بكره. طيب انا بقول لك شيء ازين وزين، ابشركم اقرب رجل الاعمال ركان علي المسند قال دخلهم الى 10 ايام قدام الان يصل. تستهلون تستهلون.